تجيب 16 17 هو اخر نتيجه. هاي هو المعدل فيه في 17.8. هاد الناس هادو يمشيو هما يشوفوا هذيك الطريق كيفاش دايره، راه الناس صحاح و تيتكريسيو تما. تحية القناة شوف تي في اللي لبات نداء مرة ثانية وجات عندنا قدام مؤسسة المديرية الإقليمية النواصر. هاد الناس ما بغاوش يفكوا لي المشكل، ما بغاوش المشكل اللي عندك. المشكل أن صيفطوا لي بنتي عندها 12 عام، صيفطوها لواحد الإعدادية كاينه في الخلا والقيفار، هذيك ما تقدرش الدرية تمشي في هذيك، ما كاينش اللي غادي يديها ويجيبها، ما تقدرش تمشي تما تقرا. شحال بعيد عليكم هاد المدرسة اللي انت ساعة المكانة باش تمشي وتجي؟ ساعة ديال الطريق وبعيدة، كاين تما الخلا والقيفار، ما غاديش تقدر بنت، ما غاديش تقدر تدوز من هذيك الطريق وعندها غير 12 عام. وجيت دابا عند المدير الإقليمي ديال النواصر ما بغاش يفك، قال لك لا ما كاينش الحل، ما كاينش الحل، وانا الدريه دابا باركه ما تتقراش، دابا شو شحال باش بدات القرايه والبنت باركه دابا بنيتك جالسه غير في الدار باركه في الدار ومره مره. قلتي لي يا شريف ان بنتك متفوقه تبارك الله في القرايه. هاي النتيجه، هاي النتيجه ديالها، بنتي تتقرا مزيان، ودابا البنت تتمشي تتشد شي قنت وتتبقى تبكي، تتبقى تبكي في الحال. دابا الدريه بدات تتعقد بزاف، الدريه فهمتي، الدريه بقى فيها الحال، لان الدراري كل شيء قدا تيمشيو للمؤسسه. هاد المدرسه الاعداديه اللي بغيتي تقريها فيها شحال بعيده عليك؟ قريبه، وكاين الطريق عام، راه كاين شارع واحد، ربع ساعه 15 دقيقه تمشي توصل للمدرسه. وبعد المرات الترافيك هي وخوها، حيت خوها تيقرا في الثانويه تما قريب ليها، الترافيك هي. المهم تمشي بوحدها ما عندهاش المشكل، ولكن دابا انت كاب بغيتي غير حل. باغي حل، لان من حقي، هذيك راه مؤسسه عموميه، وبنتي راه بنت الشعب، وانا مواطن مغربي، من حقي بانني بنتي تقرا. علاش ما باغيينش يديروا لنا هاد الناس حل؟ ما تنطلبوش شي حاجه مستحيل، تنطلب بانني علاش هاد الناس تيعذبوا فينا؟ انا شو، انا ما عندي ما يدار، دابا نبقى نخسر في الطوبيسات ونمشي ونجي، ما عندي هو، ما عندي ما يدار، راه حشومه عليهم هاد الناس. هذا ان بنتك تقرا في مؤسسه قريبه ليها. المؤسسه اللي قريبه ليها والطريق عامره، ما تتخافش على بنتك. عندكم ترونسبور داير لكم النقل؟ ما كاين لا ترونسبور لا حتى شي حاجه، ما كاين والو، ما كاين حتى شي حاجه، وديك الطريق راه خايبه بزاف. هاد الناس هادو يمشيو هما يشوفوا هذيك الطريق كيفاش دايره، راه الناس صحاح و تيتكريسيو تما. الناس قلتي لي انا بنيتك شحال عندها من عام؟ عندها 12 عام. 12 عام، يعني باقا صغيره. باقا الدريه باقا صغيره، باقا صغيره بزاف. تتقرا دابا؟ تطلع للثاني اعدادي. الثاني اعدادي، تبارك الله، البنيته متفوقه، عمرها سقطات؟ ما عمرها ما سقطاتش، من ابتدائي حتى الاعدادي ما عمرها ما سقطات. تجيب اخر نتيجه؟ تجيب 16 17 هو اخر نتيجه. هاي هو المعدل فيه في 17.8. يعني البنيته كتقرا مزيان، تتقرا مزيان. اي مؤسسه كتمنى ان بنتها تقرا عندها؟ بنتي تبارك الله تتقرا مزيان، وبنتي دابا غادي طالع في 15 حزب ديال القران الكريم اللي حافظه دابا تبارك الله، غادي ال 15 حزب، بنتي تتقرا مزيان. وهاد الناس انت بغيتي غير بنيتك تقرا قريبه لك، حيت خايف عليها انت كاب. لان هذه انا تنحس هذه دابا راه حقره وظلم، ما تنطلب حتى شي حاجه مستحيله. انا تنطلب بنتي كمواطن مغربي بان بنتي تقرا في مؤسسه عموميه، حيت انا ما عنديش الامكانيات. شكون كان عندي الامكانيات انا غادي نمشي نقرا بالفلوس ونقرر، ولكن ما عنديش انا الامكانيات، انا انسان درويش. كيف كتوجهوا اليوم للمدير الاقليمي؟ تنطلب منهم الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين، حنا حلوا لنا المشكل، ما تنطلبوش شي حاجه مستحيله. يعني هم جوج بهم مؤسسات عموميه، غير وحده بعيده عليها بساعه وحده قريبه لها. المشكل اللي كاين هو ديال الطريق، راه ماشي هذيك العلال الفاسي، راه احسن من سميتها، احسن من اعداديه النصر. شي مؤسسه علال الفاسي راه احسن من اعداديه النصر. ولكن الطريق، انت عندك الطريق، المشكل ديال الطريق هذاك العام راه كنت تنديها وتنجيبها الموطور ديالي، ولكن هذا العام انا ما مساليش، انا خدام دابا بومبيس، تنخدم من 8 الصباح حتى ل 6 العشيه 7 العشيه، ما كاينش اللي غادي يديها ويجيبها. والطريق خايبه، راه كون كانت الطريق مزيانه راه حنا علاش غادي نديها؟ هما بحال شدوا معنا الزكار وحقرونا ولا ما عرفتش شناهو. دابا انت كطالب غير الحل لهذ البنيته. الحل الله يجازيهم بخير. هادشي كامل في المصلحه ديال الطفله. الطفله خاصها تقرا، خاصها تمشي في امان وتجي في امان، حيت بنيته صغيره راه كلشي يخاف عليها. انا غادي نخاف عليها، انت غتخاف على بنتك، كلشي غيخاف على بنته. ايوا واحد مسؤول، هذا المدير الاقليمي ديال هذه المؤسسه، يدير هذيك البنت بنته ويشوف هذيك الطريق واش بغي هو ديك البنت ديالو بنته تمشي في هذيك الطريق بحال هكا.
يمشي ويشوفوا هذوك الطريق، ما يبقاوش ياخذوا دوك الناس ياخذوا القرارات فحكوا قرارات عشوائيه. راه حشومه وعيب وعار، راه حنا راه ماشي مطالبوش شي حاجه، ما خصناش كاع نوصلوا لهذا الشيء وهذا المستوى.